بالنسبة لقياس من 5 إلى 6 سنوات، فيجب أن نبدأ أولا بتقريبا 77 غرزة سلسلة. لماذا؟ لأن هنا نضيف غرزتين ونضيف غرزتين في الجهة الأخرى لمن يريد يعني أن يبدأ بحردة الأزرار من البداية. من لا يريد حردة الأزرار يبقى هنا 9 غرز وهنا 9 غرز، ونوزع كالآتي: 17 غرزة سلسلة في كل ضلع، وفي كل ركن هناك غرزة سلسلة واحدة، فالمجموع سيعطينا تقريبا 77 غرزة سلسلة نوزعها في كل جهة من جهات يعني أو في كل ضلع للصدر. نبدأ كما قلت هنا في البداية 11 غرزة سلسلة، غرزة سلسلة واحدة للركن، ثم 17 غرزة سلسلة في هذا الضلع، ثم غرزة واحدة للركن، 17 غرزة سلسلة في هذا الضلع ونترك هنا غرزة للركن، 17 غرزة سلسلة أخرى لهذا الضلع الثالث، ثم في الركن هناك نترك غرزة سلسلة واحدة، وهنا 11 غرزة سلسلة في إحدى جهات في إحدى جهتي الفتحة. طبعا في كل غرزة سلسلة واحدة نصنع غرزة عمود، يعني 11 غرزة عمود، غرزة صدفة 17 عمود، صدفة غرزة صدفة واحدة، ثم 17 عمود غرزة صدفة، 17 عمود غرزة صدفة، ثم هنا نصنع 11 غرزة عمود. ثم من بعد نوزع كالآتي: دائما نصنع 4 أعمدة لحردة الأزرار، ونصنع 1 2 هنا عندنا 1 2 3 4 من أجل حردة الأزرار، وهنا صنعنا تقريبا 1 2 3، يعني 3 غرز من هذه الغرز التي اشتغلنا بها قبلا نوزعها في هذه الجهة، هذه الجهة للفتحة، نصنع 1 2 3 نوزعها يعني كالآتي: دائما بين كل غرزة وغرزة هناك غرزتين، وفي البداية هناك غرزة واحدة، وفي النهاية أيضا أعتقد أن هناك غرزة واحدة، نعم هذه غرزة واحدة. في غرزة الصدفة نصنع غرزة عمود، غرزتي سلسلة، غرزة عمود، غرزتي سلسلة، وغرزة عمود، ثم من غرزة صدفة إلى غرزة صدفة أخرى سنوزع الغرز يعني تقريبا 1 2 3 4 5 6، 6 غرز من هذه الغرز يجب أن نوزعها بانتظام على هذا الضلع وأيضا على كل الأضلاع الأخرى، وفي النهاية أيضا هنا عند الجهة الأخرى لحردة الأزرار هناك 3 غرز فقط، 3 غرز 1 2 3، 3 غرز نوزعها بانتظام ونتابع بنفس يعني من بعد تسوي يسهل علينا الأمر. أهم شيء خاصة هذا السطر الثاني يعني نعرف كيف نوزع هذه الغرز بانتظام. بالنسبة للقياسات، فالقياسات هنا تقريبا يمكن تكون من 8.5 إلى 11، أو من 8 إلى 11، 8 سنتيمتر إلى 11 هي يعني مريحة على طفل من 5 إلى 6 سنوات، من 8 إلى 11 سنتيمتر. هذا القياس من هنا إلى هنا يجب أن يساوي تقريبا 28 سنتيمتر، 27 أو 28 سنتيمتر، 27 أو 28 سنتيمتر، يعني هذا أهم قياس. وإن كان هناك الطفل كما قلت من حجم أكبر ضروري أن نضيف الدورات حتى نحصل على قياسه. طبيعة الحال يجب أن نقيس على الطفل يعني بشريط القياسات، وننقص فقط 2 سنتيمتر في كل نصف في كل يعني في الدورة كاملة 4 سنتيمترات، لأن الكروشيه يتمدد، يعني أهم شيء هذه المسافة من هنا إلى هنا يجب أن تساوي تقريبا 28 سنتيمتر، يمكن أن تساوي أيضا 27،
قياس من 7 إلى 8 سنوات، فعدد الغرز هنا ستساوي 76، نضيف إليها 4 غرز لحردة الأزرار، 4 غرز تقريبا ستساوي 80 غرزة سلسلة. نوزعها كالآتي: 18 غرزة سلسلة في كل ضلع، وفي هذا الضلع نقسمها على 2 تساوي 9 9، ونضيف إليها 2 2 يعني 11 11، وفي كل ركن هناك غرزة سلسلة واحدة. فالشيء المهم هنا نبدأ بتقريبا 80 غرزة سلسلة، 80 غرزة سلسلة، نبدأ 11 غرزة سلسلة، غرزة سلسلة واحدة للركن، ثم 18 غرزة سلسلة وغرزة سلسلة للركن، 18 غرزة سلسلة وغرزة سلسلة واحدة للركن، 18 غرزة سلسلة غرزة سلسلة واحدة للركن، ثم هنا في النهاية 11 غرزة سلسلة. ونوزع الأعمدة: في كل غرزة سلسلة هناك عمود واحد، يعني هنا تقريبا 11 غرزة عمود. بعد في غرزة الركن غرزة صدفة 18 غرزة عمود، غرزة صدفة 18 غرزة عمود، غرزة صدفة 18 غرزة عمود، غرزة صدفة و11 غرزة عمود. في السطر الثاني نبدأ بأربعة أعمدة من أجل حردة الأزرار. من لم يريد يعني حردة الأزرار يجب أن يزيلها، يبدأ مباشرة بالغرزة. يعني من لا يريد هذه غرزة يعني حردة الأزرار، نبدأ مباشرة، نترك غرزة سلسلة واحد، نبدأ بغرزتي سلسلة، ثم نترك غرزة، نشتغل في الغرزة الثانية ونصنع هذه الغرزة غرزة عمود، غرزتي سلسلة وغرزة عمود في نفس الغرزة، ونترك بين الغرزة والغرزة غرزتي سلسلة، بين الغرزة والغرزة غرزتي سلسلة. وتقريبا هنا صنعنا 1 2 3، أيضا هنا 3، يعني وزعنا حسب الموجود عندنا. 3 غرز، غرزة الركن صنعنا فيها غرزتين من هذه الغرزة، ثم من الركن إلى الركن صنعنا تقريبا 1 2 3 4 5 6 و7، 7 غرز، 7 غرز من هذه الغرز في كل ضلع، وفي جهتي الحردة الأزرار يوجد فقط 3، 1 2 3، وأيضا في كل ركن هناك يعني غرز معينة، غرزتين. وهكذا يعني نتابع بنفس الطريقة، ومن بعد السطر التالي سيسهل علينا الأمر. من لم يرى طريقة يعود إلى الفيديو السابق، شرحت فيها السطر من البداية إلى النهاية. بالنسبة للقياسات، فالقياسات من هنا إلى هنا ستساوي تقريبا من 8 إلى 11.5. لماذا أقول 8 دائما إلى عدد معين أكبر؟ لأن يعني يختلف حجم العنق من طفل إلى طفل، يمكن أن يكون طفل صغير عمره 4 سنوات يعني يناسبه عنق عمر 6 سنوات، لأن هو يعني أكبر حجما. لكن أهم شيء أريد أن أذكره هنا، أن من 8 إلى 11.5 هو سيكون يعني مريح على طفل 7 إلى 8 سنوات، سيكون مريح. أهم شيء أن يكون مريح، يمكن أن يكون أكثر وسع بقليل لطفل معين، لكن هذا حجم طبيعي. بالنسبة للقياسات المهمة، فمن هذه النقطة إلى هذه النقطة يجب أن يكون إلى 30 سنتيمتر، إن كان 29 أو حتى 28 فليس مشكلة، لكن مهم أن يكون تقريبا 30 سنتيمتر من هنا إلى هنا. فمن 9 إلى 11.5 سيكون مريح. أنا عندي تقريبا هنا 11 سنتيمتر، تقريبا 11 سنتيمتر. بالنسبة لعمر 9 إلى 10 سنوات سنبدأ تقريبا ب 85 غرزة سلسلة، لأن في
حردة الأزرار أضفنا تقريبا 4 غرز في كل جهة من جهتي الفتحة، أضفنا غرزتين ستساوي هنا 12 وهنا 12 غرزة سلسلة، وبينما في الأضلاع الأخرى 19 غرزة سلسلة، وفي كل ضلع سنترك غرزة سلسلة واحدة. من لا يريد حردة الأزرار يترك فقط 10 غرز سلسلة، وهنا 10 غرز سلسلة، ولا يشتغل 4 أعمدة، ينتقل مباشرة إلى الغرزة، يعني يشتغل من البداية في السطر الأول دائما نصنع أعمدة وغرز الصدفة، لكن في السطر الثاني لا يصنع 4 أعمدة لحردة الأزرار، ولكن ينتقل مباشرة إلى الغرزة التي نشتغل بها. أنا لم أصنع يعني الصدر خاص لهذا العمر، لكن سأفسر لكم يعني بنفس الطريقة، ليس مشكلة، سأفسر لكم نفس الطريقة، لأن الوقت حقا هذه الصدور تأخذ مني وقت طويل، بينما هذا الوقت يمكن أن أفسر لكم أشياء أخرى كثيرة، وهناك أيضا أنواع كثيرة من الصدور لابد من التطرق لها. في البداية نصنع هنا 12 عمود في غرزة الركن، نصنع غرزة صدفة، بعد 19 عمود غرزة صدفة، 19 عمود غرزة صدفة، 19 عمود وغرزة صدفة، وفي النهاية 12 عمود. في السطر الثاني سنبدأ بأربعة أعمدة كالعادة، 4 أعمدة، وهنا موجود 3 غرز، لكن يمكن أن نصنع يعني نشتغل ب 4 غرز، يعني هنا في هذا السطر نبدأ ب4 غرز بالنسبة لعمر 9 إلى 10 سنوات، 4 غرز من هذه الغرز نوزعها بشكل منتظم، يمكن أن نترك غرزة واحدة في البداية، من بعد نصنع هذه الغرزة نترك غرزتين، غرزة نترك غرزتين، غرزة نصنع الغرزة، ثم نترك غرزتين نصنع الغرزة الأخيرة. في كل ضلع موجود دائما تبقى سبعة غرز، 7 غرز ليس مشكلة، هنا سبعة غرز، وفي النهاية في الجهة الأخرى لجهتي الفتحة 4 غرز، وفي النهاية نصنع 4 أعمدة، ومن بعد سيسهل علينا الأمر. بالنسبة لعمر من 11 إلى 12 سنة أيضا لم أشتغل في الصدر، لكن سأعطيكم الطريقة، طريقة سهلة. 84 غرزة سلسلة، نضيف إليها 4 غرز لحردة الأزرار، دائما أقول لكم من لا يريد حردة الأزرار يترك 84 غرزة سلسلة، نترك 12 12 20 20 في كل ضلع، وغرزة واحدة في كل ركن. سأفسر لكم الطريقة أيضا بهذا الصدر. نبدأ أولا ب 12 غرزة عمود، غرزة صدفة، 20 عمود، غرزة صدفة، 20 غرزة عمود عفوا، غرزة صدفة، ثم 20 عمود وغرزة صدفة في الركن الرابع والأخير، وفي النهاية 12 عمود. من بعد في الغرزة الأخرى نبدأ دائما ب4 أعمدة، ونصنع هنا 4 غرز، هنا في هذه الجهة 4 غرز في الركن، نصنع دائما غرزة عمود غرزتي سلسلة، غرزة عمود غرزتي سلسلة، غرزة عمود، ومن هذا الركن إلى الركن الآخر هناك نصنع 8 غرز، ليس 7 ولكن نصنع 8 غرز من هذه الغرز، وفي كل ضلع هناك 8 غرز، 8 غرز في كل ضلع، وفي هذه الجهة الأخرى نترك 4 غرز، ثم في النهاية 4 أعمدة لحردة الأزرار، ونتابع بطريقة جد سهلة الغرزة إلى النهاية. في النهاية ستكون القياسات على كالآتي، يعني بالنسبة لـ 11 من 11 إلى 12 سنة، من هذه النقطة إلى هذه النقطة ستساوي تقريبا يعني 9 إلى 12.5، تقريبا ستعطينا هنا 11.5، تقريبا 11.5 إلى 12 ستعطينا، يعني إذا قست أنا مثلا هذا الصدر لي من 11 لم أصنعه، لكن الصدر الذي اشتغل بهذه الطريقة بهذا الخيط بإبرة الكروشيه التي أشتغل بها ستعطيني من هنا إلى هنا تقريبا بين 11.5 إلى 12.
وأهم قياس هو من هذا الركن إلى هذا الركن، والذي يجب أن يكون تقريبا 33 سنتيمتر، 33 سنتيمتر أو 32 سنتيمتر. بالنسبة لسن 13 إلى 14 سنة، فسنضيف دائما غرزة واحدة كما تلاحظون هنا، نضيف فقط غرزة واحدة في كل ضلع، يصبح 21 في كل ضلع، 21 غرزة سلسلة، ونوزع بين الجهتين 21 نقسمه على 2، لأن لا يمكن قسمه على 2، نضيف 1 فيساوي 22 نقسمه على 2 تساوي 11 هنا و 11 هنا، ونضيف لكل جهة غرزتي سلسلة بالنسبة لمن يريد أن يبدأ بحردة الأزرار من البداية. فستساوي 89 زائد 4 تساوي زائد 4، فستساوي 93 غرزة سلسلة من البداية. وطبعا نوزعها حسب كما قلت لكم 12 غرزة سلسلة غرزة ركن، ثم 22 أو 21 عفوا 12 غرزة سلسلة في البداية، ثم غرزة الركن 21 غرزة سلسلة غرزة الركن، 21 غرزة سلسلة غرزة الركن، ثم 21 غرزة سلسلة غرزة الركن، وفي النهاية 12 غرزة سلسلة، ثم نشتغل هنا 12 عمود غرزة صدفة، 21 عمود غرزة صدفة، 21 عمود غرزة صدفة، 21 عمود غرزة صدفة، ثم في النهاية 12 عمود. من بعد سيكون هنا 4 أعمدة لحردة الأزرار، ونوزع هنا 4 غرز من هذه الغرز، يعني 4 غرز نوزعها، وفي الركن نصنع عمود غرزتي سلسلة عمود غرزتي سلسلة وعمود، ومن هذا في كل ضلع من أضلاع المربع هذا الضلع نوزع هنا وزعنا 4، هنا سيكون تقريبا 9 غرز يجب أن ننظم أن نوزعها بشكل منتظم، 9 غرز هنا وتسعة غرز هنا وتسعة غرز هنا، ودائما في الركن يوجد غرزة عمود غرزتي سلسلة غرزة عمود غرزتي سلسلة وغرزة عمود، وفي النهاية أيضا هنا 4 غرز، ومن بعد في النهاية 4 غرز أعمدة من أجل حردة الأزرار، ونتابع دائما في السطر التالي سيسهل علينا الأمر كما رأينا سابقا. بالنسبة للقياسات، فأهم شيء هذا القياس من هنا إلى هنا سيساوي تقريبا 35 سنتيمتر، يمكن 34 سنتيمتر، لكن تقريبا يعني 35 سنتيمتر من 13 سنة إلى 14 سنة. والقياس من هنا هذه النقطة إلى هذه النقطة سيعطيكم بهذا يعني بإبرة الكروشيه رقم 3 وخيط مناسب لها، سيعطيكم تقريبا 12.5 أو 12. أنا يعني ليس مشكلة إن كان من هنا هذه النقطة إلى هذه النقطة من 10 سنتيمتر إلى 13 سنتيمتر، فهو سيكون مريح لهذا السن، يعني 10-13 سنتيمتر مريح من لسن 13 إلى 14 سنة، لكن غالبا سيعطيكم هنا بحجم إبرة كروشيه رقم 3 أو 2.5 وخيط مناسب لها، سيعطيكم تقريبا 12-12.5 تقريبا. هذه أهم القياسات. وللإشارة فغرزة سلسلة واحدة تساوي تقريبا 0.5 سنتيمتر، يعني كلما ذهبنا من قياس إلى قياس آخر نضيف فقط غرزة سلسلة واحدة في كل ضلع، أي نضيف تقريبا 0.5 سنتيمتر. كما تلاحظون هنا 12.5 وهنا 13. هذه هي أهم القياسات لليوم بالنسبة لقياس النساء. سوف أخصص لكم حلقة خاصة له في حلقة إن شاء الله قادمة، سوف أخصص خاصة لقياس نسائي. كانت هذه حلقة اليوم، أسأل الله تعالى أن تعجبكم حلقة اليوم، وأي تساؤلات وأي يعني تقصير أو أي شيء غير مفهوم المرجو ترك تعليقكم
وإن شاء الله سوف أجيب على كل تساؤلاتكم. أسأل الله تعالى أن تعجبكم حلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي أكثر لأعطي المزيد. أترككم في رعاية الله وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.